معانا على الهاتف الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. يا استاذ جميل اهلا بحضرتك، ونبدا من تصريحات دونالد ترامب التي قالها قبل دقائق من الان عن انه يعتبر هو فائز بالانتخابات. ابرز ما توقفت عنده في كلمه دونالد ترامب. هو في البدايه طبعا صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمد، صباح الخير على السياده الفقير. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا هو الابرز هو كان كلامه كله عن الداخل الامريكي في الوقت الحالي. طبعا يعني الابرز شيء طبعا النقطه المهمه اللي هي الهجره الغير شرعيه اللي دايما كان بيحارب عنها، بيحارب انها ما تخشش الولايات المتحده الامريكيه. هو دونالد ترامب وقال ان هو هيمنعها تماما. طبعا اكد على انه سيتم دفع الضرائب وسيتم دفع الديون الامريكيه خلال المرحله المقبله. طبعا هو بيؤكد على فوزه الكاسح، هو لم يحدث من قبل على في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، وده تاكيد على ثقه الشعب الامريكي طبعا في دونالد ترامب. هو ايضا النقطه المهمه ان هو لم يشر نهائيا الى الحزب الجمهوري اللي هو تابع ليه في هذه الانتخابات، بل بالعكس هو سماها الحركه التي تم تنفيذها، وقال ان هو يجب البناء عليها خلال المرحله المقبله. هي دي ابرز تصريحاته، لكن هو في الوقت الحالي لم يتطرق طبعا الى الوضع في منطقه الشرق الاوسط، وده اللي كان بينتظره العديد من المراقبين والعديد من السياسيين في منطقه الشرق الاوسط خلال الفتره الحاليه، او توجهاته ماذا سينفذ خلال المرحله المقبله في ازمات كثيره في منطقه الشرق الاوسط، اهمها طبعا الحرب الدائره في الوقت الحالي وكيفية تعامله مع إسرائيل أو تهدئته للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. هو ده اللي كانت أهم نقطة كان لم يتحدث إليها. صحيح. طبعا الرئيس الأمريكي. طيب توقعات حضرتك لشكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط كيف ستكون، وأيضا ما يحدث في غزة، هل قادر ترامب بالفعل على إيقاف ما يحدث في غزة الآن؟ هو بالتأكيد إذا كان هذا ترامب طبعا رؤية سياسية أو الإرادة السياسية الحقيقية لوقف العمليات العسكرية سيتم وقف العمليات العسكرية، لكن إحنا يجب أن نعلم على نقطة مهمة جدا، على نحدد نقطة مهمة، إن ترامب هو أكبر داعم لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وهو أول رئيس أمريكي ينقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب الى القدس، وبالعكس ده اقنع العديد من الدول الاوروبيه بنقل سفاراتهم الى القدس. اذا هو داعم لاسرائيل، والجميع يعلم طبعا ان الولايات المتحده الامريكيه تدعم اسرائيل، ولكن الرئيس الامريكي اذا كان لديه الاراده السياسيه الحقيقيه سيقوم بوقف العمليات العسكريه والضغط. دي نقطه مهمه جدا يا فندم. هو ده اللي بيسعى اليه نتنياهو في الوقت الحالي، او من طالب امد المعارك في الوقت الحالي الى ان يصل ترامب من اجل تحقيق اكبر مكاسب بالنسبه للحكومه الاسرائيليه في الوقت الحالي. طيب من كلام حضرتك يا استاذ جميل، ما الذي يملكه دونالد ترامب لكي يقرر ايقاف العمليات العسكريه في فلسطين واحداث الهدنه او التهدئه لم يكن يملكه جو بايدن؟ هو زي ما بقول لحضرتك الإرادة السياسية، إذا كان ترامب في الوقت الحالي هو سيبدأ مرحلة جديدة في الرئاسة، ترامب سيكون يرغب في كسب ود العديد من الدول العربية في الوقت الحالي، وأيضا بأنه الرئيس الأمريكي قادر على وقف العمليات العسكرية. هو بالنسبة له هذا التحدي، وأعتقد قادر على وقف العمليات العسكرية، لأن من المعروف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي إذا أراد أن يوقف أي عمليات عسكرية فمن حقه فبيدها أن يوقف هذه العمليات العسكرية، من خلال طبعا هناك المعونات العسكرية التي تقدم لإسرائيل، الجسر الجوي اليومي، الدعم الاقتصادي المستمر لحكومة إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن، بيده أوراق كثيرة جدا قادر ان هو يضغط بها على اسرائيل. وهو طبعا من المعروف ان اسرائيل في الوقت الحالي او نتنياهو كان يراهن على نجاح ترامب من اجل الوصول الى هدنه وتحقيق مكاسب الاسرائيليين. طيب علاقات الولايات المتحده الامريكيه مع بعض الدول العربيه زي ما حضرتك ذكرت، هل تعود الى سابق
عهدها في فترة ترامب السابقة أم أن دخول روسيا، دخول الصين وإقامة علاقات استراتيجية بينها وبين الدول العربية الكبرى من الممكن أن يكون يمثل صعوبة على ترامب لعودته إلى المنطقة العربية مرة أخرى؟ أعتقد أنها لن تؤثر كثيرا، يعني علاقة الدول العربية بالصين بروسيا لن تؤثر كثيرا بعلاقة الولايات المتحدة أو ترامب بالدول العربية، بل على العكس هو سيقدم الكثير من الدعم للدول العربية الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل طبعا تحقيق أكبر قدر ممكن من العلاقات وأكبر قدر ممكن من الاستفادة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية. استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية مبنية أنها تكون على علاقة طيبة مع دول منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بشكل أكبر من أجل المصالح الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، المصالح الأمريكية العديدة استراتيجية وصناعية ومستوى الطاقة والمستويات المختلفة. فأعتقد أنه لن يتم تغيير علاقته بالدول العربية رغم طبعا دخول روسيا أو الصين. طيب أستاذ جميل، كيف سيكون الحال مع إيران؟ ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني ومثل ذلك مشكلة كبيرة في فترة حكمه السابقة. الآن إيران على علاقات طيبة مع عدد من الدول العربية، شكل العلاقة هيكون عامل إزاي يا فندم؟ هو طبعا من المعروف طبعا أن ترامب هو وقف التعاون مع إيران في إطار برنامجها النووي، وأيضا عادت هذه العلاقات مرة أخرى مع بايدن وإدارته. لكن في الوقت الحالي طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية تتعامل بالوقت الحالي أو استراتيجية بعيدة المدى. من المعروف طبعا أن إيران تمتلك القدرة وتمتلك القوة وتمتلك أيضا الدعم في المنطقة، لذا وجب طبعا على الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون له وجهة نظر جديدة في تعامله مع إيران في الوقت الحالي، إما أن يحيدها أو إما أن يستمر في التعامل كما كانت الإدارة السابقة، أو يجعل علاقة محايدة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. طيب لكن بالتأكيد طبعا هناك موقف من ترامب ضد إيران، ولكن المراحل المقبلة أو الوضع في المستقبل هو الذي سيحدد كيفية إدارة هذه العلاقة. عظيم. في كلمتي في هذا المؤتمر الصحفي قبل قليل تحدث بأنه سيعمل على عودة العظمة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، أي عظمة إذن يتحدث عنها ترامب؟ وهل ينظر العالم الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف وبعد ما حدث خلال الفترة الماضية على أنها ما زالت دولة عظمى؟ هو بالتأكيد طبعا هي دولة كبرى، دولة عظمى، ولكن خلال الأربع سنوات الماضية أو خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من القوى الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع حسم العديد من الأمور أو العديد من الصراعات اللي بتدور، وخاصة طبعا الوضع في أوكرانيا، ورغم الدعم الكامل الأمريكي لأوكرانيا ولكن لم تستطع حتى وقتنا هذا من تحقيق أي مكاسب ممكنة في الوضع في أوكرانيا. أيضا هناك تطور كبير في أو نمو كبير اقتصادي بالنسبة للصين وعلاقات متعددة بالنسبة للصين. هناك مطالب دولية كبيرة بأن يكون هناك العالم متعدد الأقطاب ولا يكون هناك قطب واحد يسيطر على مجريات أو يتحكم في العالم أو مصائر الشعوب. إذن الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يسعى خلال المرحلة المقبلة أن يعيدها هي القوة الوحيدة، هي القطب الوحيد، هو القطب الأعظم أمام العالم، هو من يمتلك القوة ومن يمتلك القدرة ومن يمتلك على صناعة القرار العالمي في الوقت الحالي. ولكن أعتقد أن الوقت لا يسعفه بشكل كبير جدا، لأن هناك قوة أخرى بدأت في التحرك على مستوى العالم، وهذه القوة بالتأكيد لم ترضى أن تعود بالتأكيد إلى الصبر. طيب إذا امتلك القرار السياسي زي ما حضرتك بتقول وأوقف ما يحدث في فلسطين وأقرت هدنة، هل بالتبعية يحدث هدوء فيما يحدث في الجنوب اللبناني أو أن يهدأ الأمر في هذه المنطقة؟
هو اعتقد انه يعني اذا كان لديه الاراده السياسيه الحقيقيه لوقف العمليات العسكريه في قطاع غزه فهو بالتاكيد سيكون هناك تهدئه في الجنوب اللبناني وتهدئه في منطقه الشرق الاوسط بشكل كبير واعاده الحسابات مره اخرى لما في المنطقه في الوضع الحالي. لكن هو يجب طبعا على الدول العربيه على الدول الداعمه الشعب الفلسطيني ان يكون لهم ايضا رؤيه في المرحله المقبله صحيح. بالتفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه لتحقيق اكبر مكاسب ممكنه جراء العمليات. يجب على الدول العربيه ان تؤكد على ان يكون هناك دوله فلسطينيه على حدود الرابع من يونيو 67 وان تهدأ المنطقه بشكل كامل. شكرا جزيلا للاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام.